أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورد في الحديث الشريف لا يكون المؤمن مؤمنا حتى يكون خائفا راجيا الإيمان درجات كما في حديث شريف آخر والجنة درجات كما في حديث شريف آخر الدرجة العالية من الإيمان أن يكون الإنسان هكذا كل ما عمل من الطاعات والعبادات والخيرات وما يوجب عظيم المنزلة عند الله كل ذلك لا يخرجه عن الخوف وكلما عمل والعياذ بالله من الآثام والمعاصي والموبقات هذه لا يخرجها عن الرجاء برحمة الله سبحانه وتعالى يكون دائما بين الخوف والرجاء الخوف من أن لا يغفر الله له إذا يوم القيامة وتقوم قيامة الإنسان بلحظة موته إذا مات ابن آدم كما في الحديث الشريف قامت قيامته عندما يموت على سرير الموت على فراش الموت سواء في المستشفى أو في داره أو في الصحراء أو في البحر يغرق لحظة الموت تقوم قيامة الإنسان تبتدئ قيامته من تلك اللحظة يفكر في الدنيا أنه في يوم القيامة الذي يبتدئ بلحظة الموت إذا الله تعالى لم يغفر له ماذا يصنع يعني يجعل هذا الاحتمال نصب عينيه حتى لا يغتر يكون خائفا وفي نفس الوقت يحتمل أن الله يغفر له كل الذنوب لا ييأس من رحمة الله هذه الحالة الوسط لا خوف لا رجاء بدون خوف ولا خوف بدون رجاء المؤمن في الدرجة العالية من الإيمان هكذا يكون إذا صار أمام معصية يحاول بكل تأكيد وإصرار أن لا يعصي الله خوفا من أن الله لعله لا يغفر هذه المعصية إذا غفر له كل المعاصي ربما لا يغفر هذه المعصية بالذات فلا يعصي اعتمادا على رحمة الله ممكن الله ما غفر له خوف يكون عنده أما هذا الخوف أيضا لا يجعله بحيث يفكر أنه بعد الله ما يغفر لي والعياذ بالله في الحديث الشريف أن شخصا كان متعلقا بأستار الكعبة ويقول اللهم اغفر لي وإن كنت أعلم أنك لا تغفر لي
في قصة الإمام عليه الصلاة والسلام قال يأسه من رحمة الله، يعني هذا اللي يقول إلهي أدري ما تغفر لي، هذا اليأس ذنب أعظم من ذنبه. الإمام قال وإن كان الله لا يغفر له، أما هذا اليأس أعظم. في جميع الأحوال الإنسان لا يكون مأيوس، يأس من رحمة الله لا يكون عنده. وفي جميع الأحوال خوف من أن لا يغفر الله له يكون معه. هذا المؤمن من الدرجة الرفيعة. الصلاة المفروضة هذا علامة الإيمان، والصوم المفروض علامة الإيمان، والزكاة الواجبة والخمس الواجب والواجبات في الأموال من كفارة وفدية وغير ذلك، هذه من علامات الإيمان. أما الإيمان من الدرجة الرفيعة يكون هكذا، وهذه الأشهر الفضيلة شهر رجب وشهر شعبان وشهر رمضان نحاول أن نقوي في أنفسنا هذه الحالة بالتلقين بالتصميم بالعزم. إذا لا سمح الله صدرت من شخص معصية يستغفر الله ولا يتكل على رحمة الله، فلعل الله لم يغفر له هذه المعصية ويكرر الاستغفار. وإذا حصلت منه طاعات وفق لخيرات كثيرة لطاعات كثيرة، لنفرض شخص وفق لعلاج الألوف من المرضى بماله بعلمه، لإنقاذ الألوف من المشكلات لا يغتر بذلك، فلعل الله لم يقبل منه ذلك، لأن فيه بعض ما ينافي الإخلاص. في هذه الأشهر خصوصا الزوار والزائرات المؤمنون المؤمنين والمؤمنات، في هذه المناسبات الفضيلة والجديرة بالاغتنام، نحاول أن نوجد في أنفسنا ونحافظ على ما أوجدناه في أنفسنا من هذه الحالة الوسط، لا اغترار بالطاعة ولا يأس عند المعصية. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لذلك، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.